تعد مديرية رازح من المديريات الجبلية التي تحد محافظة صعدة من جهة القرب شمالاً، ومن أكبرها من حيث الكثافة السكانية. على امتداد قرابة 90 كيلومتر مربع، يقف هذا الجبل شامخاً كأسد باسط ذراعيه على ربوة عالية، يرقب بصمت ما يجري من أحداث في التهايم والشعاب. وقد زادت هيبة إلى هيبته وعظمة إلى عظمته تطاير الشهب عند كتفيه ليلا، والتفاف السحب حول رأسه نهارا. وحينا يومض البرق أمام جفنيه ويداعب الضباب قدميه. ربما لم يكن وقت الزيارة مناسبا، إذ جاءت بعد فترة انقطاع عن الأمطار الموسمية. رغم ذلك لا تزال هذه المرتفعات تحتفظ بجزء لا بأس به من هذا الجمال. مدينة النظير، مدينة صغيرة تقع في الجزء الشمالي الغربي من مديرية رازح، وقد تعرض لها الشعراء في قصائدهم، فوصفوا جمالها وصفاء أجوائها. على الطريق بإمكانك مشاهدة أجمل المناظر الخلابة، وكذلك حوادث مميتة سببها السرعة الزائدة والاستهتار بقواعد السير. كلما اتجهنا أسفل الجبل ظهرت من ملامح البيئة التهامية من ارتفاع ملحوظ في حرارة الجو وظهور بعض الأشجار والشجيرات التي تستوطن البيئة التهامية.
وادي رجاف من أجمل الأودية في جبل رازح، يقصده أبناء المنطقة للزيارة بغرض السباحة والاستمتاع بمشاهدة جمال هذا الوادي ومياهه الصافية. دهوان جبل منحدر وبه أودية خضراء. على ظهر هذا الجبل الأخضر المغطى بالأشجار والشجيرات بنى الإنسان مسكنه وشيد المدرجات التي فيها مصدر رزقه ببراعة منقطعة النظير. على هذه المدرجات الصغيرة يزرع أجود وأطيب أنواع البن والموز، إضافة إلى فواكه ومحاصيل أخرى وبالجودة ذاتها. بناء أسطواني الشكل يسمى القصبة، شيدت بغرض الحراسة واستخدمت قديما كبرج للمراقبة أو للحماية من الهجمات الخارجية بين القبائل التي قد يكون أحد أسبابها الثارات. لم تعد اليوم مهمتها أمنية، فقد تحولت إلى مخزن للأعلاف والحشائش.
تعاني الكثير من القرى والعزل الحرمان من المشاريع البسيطة. بني صياح مثالا، الحرمان سببه تهميش وتجاهل من الأنظمة السابقة. والله أنا السواق والركاب، ولا إذا في مرض ولا في، يعني أنا كبير مع المواطن في بني صياح. ندعو المسؤولين وأنهم يلتفتوا إليهم ويسبروا أوضاع الخط. غير أن ما يجري من مشاريع وإصلاحات للطرق جرى تنفيذها تعتبر إنجازات مقارنة بالإمكانات البسيطة. هذا مذاري وجلسنا شوية وبدت الزرع وقوقت قبة سروح الناس غبروا سروحوا قال قال ابن عباد بني قفا جاملوا هذا وقت غبار وقت طلع زرع تنقاصوه هالقا نادي بحرش قال ملوه على ابن عباد بني قفي وجاملوه يسرحوا هنا فرقة وهنا فرقة ويبدعوا لا هذا هذا الزامل أو الحزملي نقول له حزملي يقول لك طلب من الله ها طلبت جودك يا غني يا غافر الزلاتية تلحيناه طلبت جودك يا غني يا غافر الزلاتية اغفر ذنوب ابن آدمي كم ما تعمر في زمانه ماتية يعني يمت هذا أول أولى يتكلموا بقى مثلا التلحين حقه اللحن حقه يقول ولعبنا يدك وغني يا غافر الزلاتية والثانيين يجوبوا قالوا اغفر ذنوب ابن آدمي كما تعمر ما جاب نعمته هذه معاه حق خشوة Thank you.
نزول المطر يعطي أجواء خاصة من الحميمية وينعش النفوس ويبعث على الاستبشار والتفاؤل. ينظر الإنسان في الريف للمطر نظرة أشمل من ساكني المدن، فقطرات المطر تعني له الكثير، رضا الله والأمان من الظمأ، وفيها الحياة للإنسان والزرع والضرع. في الفضاء الرحب وبوسائل بسيطة يمارس الأطفال ألعابهم الشعبية بكل نشاط وحيوية. قوانين اللعبة معروفة والالتزام بها شرط بديهي للعب. الرعي وتربية الأغنام عمل يقوم به غالبا الأطفال وكبار السن. لا يعتمد السكان على هذه الأغنام كمصدر دخل رئيس، إلا أنها لا يكاد يخلو بيت منها.
الاهتمام بها ورعايتها تجاوز روابط وقوانين الرعي، كما لو أنها أحد أفراد العائلة. بعد هطول الأمطار الموسمية تتزين الأرض وتصبح هذه الجبال حدائق خضراء معلقة. حينها قد تحتار العين من أين تبدأ النظر، ويعجز البيان عن الوصف، ويصبح الانبهار لغة مشتركة تتجاوز الحدود من غير كلام.